كلامنا عن النبيذ غير المسكر، هل يجوز الوضوء به مع وجود الماء؟ لا يجوز بإجماع فقهائنا. طيب إن فقد الماء، إن فقد الماء، هذه محل بحث، هذه المسألة هنا محل نقاش وأخذ رد. الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره غير موجود، لكن الموجود عندنا جرة كبيرة فيها نبيذ، نبيذ غير مسكر، هل يتوضأ به ولا لا؟ الذي عليه الجل أو الجمهور من فقهائنا أنه لا يتوضأ بالنبيذ وإن عدم الماء، لأن ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، والآن نحن ما وجدنا ماء ووجدنا نبيذا فنتوضأ بالنبيذ صح؟ لا، فتيمموا. الشيخ أبو سعيد الكدمي وقبل صاحب الجامع ابن جعفر قالوا وإنت إذا جمعت بين الأمرين فقد احتبت، يعني إنك أنت تيممت وبعدين، لأن بعض الفقهاء من غيرنا قالوا إن النبيذ، هذا النبيذ غير المسكر طاهر، وهو أشبه ما يكون بالماء، أشبه ما يكون بالماء، هو أشبه الآن الحاضر معك هو أقرب شيء شبها بالماء النبيذ. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فنلجأ إلى الأشبه. يقول أبو سعيد الكدمي وقبله صاحب جعفر يقول نلجأ إلى الأشبه بالماء وهو النبيذ ونتوضأ به، ثم نمتثل الخطاب الإلهي اللي هو فلم تجدوا ماء فاه تيمموا ونتيمم. قال الشيخ ابن بركة هذا تكليف بفرضين، كيف تكلفنا بفرضين أرباعة تقول نتيمموا وتوضوا بالنبيذ؟ والله قالنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الشيخ السالمي قال ما تكليف بفرضين، يقول هذا من قبيل الاحتياط عشان تبرأ ذمتك تماما، أنك امتثلت أمر الله فاتقوا الله ما استطعتم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فتوضأت بطاهر، ثم امتثلت أمر الله أيضا فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإذا أمكن الإعمال فهو مقدم على الإهمال، قاعدة، إذا أمكن الإعمال، ورد عندي دليلين اثنين يمكنك توفق بينها، فالتوفيق بينهما خير من إسقاط أحدهما، تجمع بينهم خير من إسقاط أحدهما. فأبو سعيد أعمل ولم يهمل، قال لك نأخذ بالوضوء بالنبيذ ونتيمم ونبرئ ذمتنا تماما. هذا في بالنسبة لحديث هذا الباب.